أنا تحت أمرك. ما تسمعلوش يا صابر، ده راجل سو، ده إبليس ذات نفسه بيعمل له ألف حساب. الحاج عبد الخالق كبير الحسينة، عمري ما ارتحت له. من أيام جدك العمدة يوسف الله يرحمه كان بيفتن على الحاج إسماعيل، وتدور على أبوك يوزه عشان ينط على الدوار وإسماعيل في الحجاز، ولما عملها فتح الله المرة دي ما تعرضلوش ووقف يتفرج، وكان أول نفر يسلم عليه بالعمودية. وزي ما بتقول إنه كبير الحسينة مشوا وراه كلهم وسابوك لوحدك عشان تجع في ايدين فتح الله وينفيك في العصر. يعني واعي اللي بتقوليه ده يما، ولازم ابقى على الصله اللي بيني وبينه ما عدهوش. عبد الخالق عدوته خطر، مش هيسيب ودانك لما يقلبك على فتح الله. يقلبني ايه يا مصابر؟ يعني كنت ميت في غرف فتح الله؟ انا اي نعم صالحت وعهدته، بس عشان الدنيا ادتني ظهري ولازم ارجع جوي تاني واعمل اي حاجه عشان ارجع زي ما كنت. والمثل بيقول الايد اللي ما تقدرش تقطعها حطي عليها وبسها. ما تنساش يا صابر ان فتح الله ده كان كريم معاي ومع اولادك وحتى معاك انت كمان. واحد غيره وعملت معاه عمايلك دي ما كانش اداك الامان ولا سام حرمة بيت ولا دم. مش ناسي ولا حنسى مصابر. وحشاني قوي قوي يما. ده انت اللي وحشتي يا حسن. وحشتي قوي يا ضنايل. الحمد لله. تعالي تعالي يما استريح. تعالي اقعدي اقعدي. لو انت يما جايه لوحدك دلوقتي من بشنين في وقت زي ده. شهاب جابني بالكاريت، اصلها طقت في دماغي كده على سهوي نفسي اشوف ولادي. قلت انزل الليله كفر الشيخ اشوف شاهر وحسن، وبكره الصبح اروح ازور شيخ العرب واقول لابوكاتو يطلع لي اذن علشان اشوف الواد عبد الله. وحشني قوي. يعني هو وحشك لوحدك يا ام العمده؟ ما هو وحشنا كلنا وحاولنا نزوره اكتر من مره، لكن الابوكاتو قال ان عبد الله مصمم ان ما حدش يزوره ويشوفه في السجن وهو في الحاله دي. لما يقول لامك عايزه تشوفك هيوافق. خلاص انا هنزل معاك يا طنطا رجلي على رجلك. كان ربنا يهديه ويوافق يشوفنا احنا الاثنين ان شاء الله. زماننا وحشينه زي ما هو وحشنا. مال فين شاهر؟ اهو زمانه جاي. ماني عارفه انه زمانه جاي. انا بقول لك هو فين. وانا يعني اني هعرف منين يعني يا ام؟ ما انت عارفه شاهر ما بيقوليش بيروح فين ولا بيجي منين. هو لسه بيروح هناك. ايوه. اسمع يا مندوه، الشقه دي أنا مش هعتبها تاني. ليه لا سمح الله؟ أنا بصراحة خايف من كلام وش خشارة. هل سنت الناس ما بترحمش؟ جنبك براحتك خالص، بس أنا كنت عايز أقول لك وأني بنجي الشخص اللي حيروح دار الحجة فرحة ويبلغ الست أم نعمة باللي اتفقنا عليه. طصيت في الغفير شهاب واقف بكاريتة العمدة في شارع السوق. سألته بيعمل إيه هنا؟ قال لي إنه بيوصل الحجة أم العمدة لبيت المكاوي. والكلام ده كان من ربع ساعة بس. وانت قاعد تتسابر معايا والحاجة هنا في الكفر كده خطر خطر، ممكن يطلع في دماغها وتروح تزور نعمة وامها وتطل عليهم. المهم انا لقيت الجدع ده اللي بتقول عليه. طبعا طبعا يا سيدنا، وزمانه في السكة رايح لهم. بس علام ما جاش معاك ليه؟ هو كمان اصله علام كان عن ما تتكلم، قول حاجة. الحقيقة يا سيدنا، علام جاله نفر من عزبة الصيادين وخده على جنبه فضل يوشوشه، وعلام بعيد عنك وشه يروح لون ويجي لون، فناداه لي وقال لي يا مندوه أنا لازم أنزل عزبة الصيادين حالا، واستسمح لي جناب العمدة لو غبت. خلاص يا عم فرح، أنا مش هرمي جتتي على خضرة بالتخلي تاني، ولو جت دلوقتي وقالت لي قدامك انها مش قبلاني يمين بالله العظيم ما عدت اوريها وش تاني. ايه رايك بقى؟ خضره خايفه يا سي شاهر، اللي شافته من ابوها الحاج عبد الرحمن ومن عمتها وحتى من اختي سئساءة خلاها تخاف، تخاف على نفسها وعلى بنتها، وتقول حقي برقبتي. والباب اللي يجيلك يا ابني منه الريح صده يا اخويا واستريح. اظن بقى كده الموضوع يبقى مفهوم يا سي شاهر.
لا مش مفهوم يا عمة، لأن كلام أنا وهي من يومين بس كان غير كده خالص، وأنا وهي متفاجئين إننا مش هنسمح لفتح الله يتحكم فينا ولا يمشينا على هواه. افترض يعني، افترض يا ابني يا شاهر إنها رجعت في كلامها. يبقى في حد ضغط عليها. وبعدين هي مش عايزة تجابني ليه يا عم؟ ما تيجي هي وتقول لي اللي هي عاوزاه في وشي. يا ترى مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ حاضر حاضر انا جاي اهو. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انت مين؟ انا عبد السخاوي من ميت السخاوي، وعاوز الست هانم خضره منعمه. ادخل انت يا عم. عاوز ست خضره فيها جدع انت؟ عاوزها في حاجه ضروري جوا يا سعاده البيت. ضروري؟ قول لنا احنا واحنا نبلغ، يا اما تغور تروح مطرح ما جيت، ولا تحب انزل اسلمك للمركز. وعلى ايه يا سعاده البيه؟ الحكايه وما فيها ان ابويا الحاج عبد الرحمن السخاوي بعافيه شويه وعاوز يشوف بنته قبل السر الالهي ما يطلع.